لمجلس حقوق الإنسان بسبب الضغوط الدولية المتزايدة على خلفية حملة القمع العنيفة التي تشنها على المتظاهرين المناهضين للنظام السوري. وفي هذا الموضوع قالت سوزان رايس المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: We believe that this is a result. نعتقد أن هذا هو نتيجة للمشاعر الطيبة التي أبدتها المجموعة الآسيوية والمتمثلة في عدم رغبتها في تقديم الدعم لدولة يشهد سجلها في حقوق الإنسان خروقات واضحة، والتي تقوم حاليا بقتل مواطنيها في الشوارع وترويعهم واعتقال الآلاف ممن يحاولون التعبير عن آرائهم من خلال الوسائل السلمية. نعتقد أن عدم دعم سوريا وحملها على الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان هو خطوة تحظى بالترحيب، وتدل على أن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بدأ يتحركان في الاتجاه الصحيح.